أرخص وأفضل مبيد أو دواء هيقضي على النملة، هيقضي على الحشرات سواء داخل الأشجار أو في على النباتات، كمان آمن على الأطفال، لأنك أنت بتروح تشتريه من الصيدلية، ولو ده مش متوفر عندك في الصيدلية بتاع بلدك ممكن تشتري على تدور على البديل بتاعه. تمام، فده سهل جدا وأقل من دولار، يعني أنت تقدر على النمل والحشرات في أقل من دولار، وهوريكم بالنتيجة والتجربة، وده سهل جدا تقدر أنت تشتريه. هنروح بعد كده نشتري، نجيب علبة زي كده، علبة موجودة عندنا في أي مطبخ في أي مكان، دي بتاع التنظيف، وعشان دي هنبدأ بيها الرش ونحط فيها المبيد ونبدأ إن احنا نرش ونقضي على النمل، وتفضل لفترة طويلة، تقدر أنت تفضل حاطط فيها المبيد لمدة شهر مش هيتأثر خالص، ويبدأ إن أنت ترش بيه. يلا بينا نشوف هنعمل إزاي، نحط لتر ونحط عليها الدواء. هنبدأ بقى نفك العلبة زي ما انتوا شايفين كده، طريقة سهلة جدا وامنة على الاطفال. ايه، نبدأ ان احنا نحط فيها الدواء. طبعا حطينا فيها الكمية دي، طبعا هتحط فيها مثلا 5 سنتي او 10 سنتي، كل ما يكون كتير كل ما يكون افضل، 10 سنتي او 5 سنتي على حسب الكمية اللي موجودة عندك. ونبدأ بعد كده نعبيها مية ونبدأ ان احنا نرش ونشوف النتيجة فورا. طبعا هنبدأ نعبي مية، طبعا هي امنه على، لان هي بتاع بشر يا جماعه، يعني تقدر انت تشتريها من الصيدليه في امن. خلاص الصيدليه بالنسبه لو انت مش موجود في مصر تقدر انت تشتريها من السعوديه، من الجزائر، العراق، بيكون ليه البديل بتاعه. يلا بينا نشوف. هنا هنشوف النمله على في الاشجار، على الاشجار، تعالى اوريك النمل هون بالراحه كده، نرفع ده بس كده شويه كده. ايه، تعالى نشوف النمل. شايفين النمل على الشجر؟ هو ده النمل هنا على الشجر اهو وفي الارض، يا ريت تكونوا شايفينه اهو، ده النمل الموجود. طبعا هنقضي عليه، ودي طريقه امنه، دي طبعا على الشجر وفي المنزل وفي كل مكان تقدر ان انت تقضي عليه. شايفين هنا بيكون بيحفر بقى في الجذور والبتاع، طالع على الشجر اهو. طبعا برضو هنا اهي شايفين، هنبدأ ان احنا نرش ادي الدواء. يلا شايفين النمل بعد ما رشيت اهو، ده لو عندك على الشجر، موجود في المنزل، موجود في البيت، ترشه اهو على طول باستمرار. شايفين اقضي عليه ازاي؟ اهو اقضي عليه في دقيقة واحدة بس، وامن على الاطفال، لو انت عندك اطفال مفيش مشكلة. شايفين يا جماعة؟ وده عمنا باللايك والشير، هو كده ده كله ده نملة، هو وريكو. شايفين؟ ده نمل، ده كله ده نمل، قضى عليه في دقيقة واحدة بس.